مدينة القصر كبير تنظم هذا الحفل الثقافي الفني. هي تحفة صيارة بحكم يعني الشكل ديالها قديمة بزاف، تحولها إلى تحفة فنية من طرف الفنان غيلان مقصر. هي فكرة رائعة جدا، وأكثر من هذا هو الحفل في حد ذاته، الحفل في حد ذاته مهم بزاف. قيام بأنشطة ثقافية من حد النوع هذا يعني الأطفال والناس ديال مدينة القصر الكبير، لأن كيستاهلوا حتى هما يكون هاد الأنشطة. هاد المدينة هادي هي
كتعيش على ثقافة القول، ثقافة السمع. قليل من الأحيان اللي كتحلى فرص بحال هذه، فرص ديال تفتح عينها وتشوف. اليوم كان عندنا هذه الفرصة وأنا سعيد بزاف، سعيد بزاف يعني شاهدت هذه اللوحة المتجددة. ما نتش من بلاصتي من جلست معايا. اللوحة أولي اللي كانت في الدماغ ديال الفنان، اللوحة التالية اللي ربما استوحاها من الأصداء اللي كانت كدور فيه، واللوحات المتتالية بحيث كانت السيارة أو اللوحة المنقوشة على السيارة كانت في شكل طبقات، لوحة على لوحة على لوحة، وكان منظر جميل وكان أخاذ. بصراحة جلست ثلاثة ساعات وما مليتش، وكنتمنى إن شاء الله تكون هذه التجربة باش تعمم، وكنتمنى تتكرر، وكنتمنى فوق هادشي كامل تكون نواة ديال مهنة فنية في هذه المدينة، حيث يستافد الفنان الشباب والفنان العاطلين بالخصوص من هذه التجربة هذه. وتحية وكما كتحية في الاختصار الكبير اللي هي مدينة كبيرة، الأعمال ديالها والفنانة ديالها، وما تحتلاش فرص باش الفنانة ديالها يبينوا الأعمال ديالها. هذه واحد الباب إن شاء الله تنحلوها باش كاع الفنانين ديال مدينة القصر الكبير يعرفوا براسهم وما يبقاوش مخبيين، لأن كاين فنانين اللي هما عالميين معروفين على الصعيد العالم كاع من ناحية الفن الموسيقي، من ناحية الفن التشكيلي، الشعر، الكتاب، ولكن عندنا مشكل في مدينة القصر الكبير هي أن مدينة حاجة واحدة، الناس ديال مدينة الكبير يخرجوا ديك القوقعة ديالهم باش يبينوا على الفن. صراحة العمل جميل المختار غير اللي عكس فيه التجربة ديالو في الغربة من حيث الألوان، نظرا أنه استعمل الألوان اللي كيعتمدوا على الثقافة الأمريكية في الفن، وهذا العمل هذا اللي عطى التقييم ديالو، التقييم ديال التجربة في الغربة ديال الأستاذ غيلان، واللي جا للمغرب وحاول وجا لمدينته اللي هي القصر الكبير، وحاول تكون يعكس التجربة ديالو والخبرة ديالو في الغربة، وعكسها في هذه اللوحة هذه طبعا اللي جميلة جدا، واللي طبعا المجتمع القصري والسكان ديال القصر الكبير يشكروا على هذا العمل هذا اللي يخلي واحد الطابع فني ويتوثق في الكتب ديال الفنان عبر التاريخ. الشكر الجزيل للفنان العالمي ذو الاصول القصريه المختار غيلان على قيامه بهذه المبادره هذه. كنشكر كذلك الاستاذ العظيم اللي هو استاذ كل المدينه استاذ سكالا على الاداء ديال هذه السياره هذه، لان تكون لوحة معبرة، لوحة متنقلة لكتشهد المدينة كلها. هذه اللوحة هذه كما كنشوفوا اللي تم الإخراج ديالها من طرف الفنان العالمي غيلان هي واحد الثمرة ديال واحد الفكرة كانت من خلال أعضاء ديال الجمعية ديال منتدى أوبيدوم للإعلام والتواصل، اللي كانوا اقترحوا بأن للفنان أنه يقوم بهذه اللوحة هذه على اعتبار بأنها واحد العمل فني، واحد اللوحة تشكيلية اللي هي تكون متنقلة كما قلت، وأنها كتخلد ولات السيارة هذه رمز ديال المدينة، رمز ديال واحد السيارة عريقة. كذلك أن هذا النشاط هذا هو واحد النشاط دار في واحد الفضاء مفتوح، الشارع القصري تبع عن قرب رسم ديال هذه اللوحة هذه اللي هو طار الإعجاب ديالو وحرك الشارع القصري وحركت الركود الفني اللي كتعرفوا المدينة. وهذه المبادرة هذه ما هي إلا واحد خطوة صغيرة وفق أن تكون مبادرات كبيرة واحدة أخرى، باقي مجموعة ديال المشاريع اللي نقدروا نخدموا فيها كمنتدى كبوابة ديال القصر الكبير، نقدروا نخدموا في هذا الجانب هذايا وباقي الطريقة قدامنا. سعيد بالوجود ديالي في هذه المدينة، مدينة القصر الكبير، وخصوصا في هذه المرة تلاقيت واحد العدد كبير ديال المبدعين ديال المدينة، منهم اللي ما شفتش واحد السنوات كبيرة هذه، وكذلك أنا فرحان بالمعرفة بالجمعية ديالكم اللي طبعا يعني غتكون عندها واحد القيمة وواحد الدور فعال في هذه المدينة باش تطلعها شوية باش تقدم حتى هي في المجال ديال الإبداع والثقافي، في الإبداع والثقافة والفنون إلى آخره. وانا فرحان بزاف بهذا العمل اللي قمت به اليوم، بحيث خدمت هذا العمل المتواضع في هذه السياره اللي القديمه ديال الاخ والصديق محمد سكالا، محمد زاويه سكالا، وقضيت واحد الامسيه يعني عملت هذا العمل بواحد النشاط وبواحد الجذبه وبواحد الحماس، وانا فرحان بزاف بالمعرفه ديال بالنسبه للناس اللي جاوا حضروا هنايا العمل. كيفاش شفتي يعني كيفاش نظرتي ليه؟ واش كان واحد التتبع من الناس اللي كانوا حاضرين؟ لا طبعا يعني الجمهور اللي يعني الاخوان اللي كانوا حاضرين الشباب
مدينة القصر كبير كانوا يعني كي متبعين العمل بواحد بواحد الخشوع ويعني متبعين مزيان العمل يعني وانا فرحت بزاف بالوجود ديالو معايا كذلك. شنو بغيتي تقول للفنانات مدينة القصر تشكيلي؟ وكنتمنى اللي كنتمنى هو يخلق شي رواق في المدينة بحال اللي خلق العريش وبحال اللي المدن الصغيرة كالسويرة كالأصيلة إلى آخره. للأسف ولكن كنتمنى يعني يبقى يعني يبان أو لا يخلق شي رواق باش الإخوان يتبان الأعمال ديالهم ويكون تكون عروض مستمرة والمدينة تزدهر في هذا المجال ديال التشكيل إلى آخره. السي مختار غيلان ممكن أننا نشوفه مرة أخرى إن شاء الله بعمل جديد ضروري إن شاء الله ضروري إن شاء الله وربما مفاجأة غدا إن شاء الله عندي تسجيل كصدفة لما انتهى هذا العمل خلق واحد غريب وهو آخر دار عنده واحد الجلسة مع الأستاذ سعد ريحاني وأنا غنحضر نعمل واحد لوحة صغيرة مع الآخر دار باش نحطها في اليوتيوب كذلك لأن الأمنية ديالي وهو أي موسيقي مغربي تلاقيته أو لا تعرفت عليه غادي نحاول ما أمكنني باش نسجل معاه عمل لأن أنا عندي واحد الطموح باش نمشي بعيد في هذا الإنجاز ديال اللوحات مع الموسيقى كفرجة على المدى الطويل إن شاء الله. نشكرك بزاف مرة أخرى باسم بوابة القصر الكبير.